السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي أحياء للصف الثاني المتوسط، المنهج الجديد. عندي درس الثاني من الفصل الخامس، الفقريات، صفحة 61. تعريف الفقريات: هي مجموعة حيوانية واسعة الانتشار تكيفت للمعيشة في بيئات مختلفة، وهي تنتمي إلى شعبة الحبليات وتمتاز لحد هنا التعريف مالتها. الخصائص هذني، ما الخصائص المميزة للفقريات؟ ما مجموعة الفقريات؟ عندنا الأسماك، خاف يقول عددهن فقط تعداد. أقول له الأسماك، أقول له البرمائيات، أقول له الزواحف، أقول له الطيور، أقول له شنو بعد؟ اللبائن. تمام تمام نجي على اليمن على الأسماك، هي فقريات متغيرة درجة الحرارة أيضا، تعريفها ومميزاتها. شلون يكون التنفس؟ يقول لك بالأسماك لازم تقول له عيني، هذه الأسماك العظمية هنا عندنا الأسماك العظمية أيضا، تعريفها ومميزاتها. البرمائيات تعريفها ومميزاتها. الضفدع تعريفها ومميزاتها. يعني منقولون لخصي، يعني شلخص ما بي شيء، يعني مبين التعريف والمميزات. هنا يقول لك الضفدع، شوف الضفدع: زوجان من الأطراف الأمامية قصيرة وتمتاز بوجود 4 أصابع، والإصبع الأمامي في الذكور متضخم، وتستعمل في مسك الأنثى خلال فصل التزاوج، فصل الربيع. أما الأطراف الخلفية فتكون طويلة وقوية، والأصابع فيها تكون صفاقية الصفاق، يعني الغشاء جلدي يوجد بين الأصابع يساعد على السباحة. شلون تتغذى الضفادع؟ تقولوا لها شلون تتكاثر الضفادع، هذا هاي المراحل اللي تتكاثر بيها. عندنا سبات الضفدع، الضفدع تعريف السبات هذا مهم جدا. يقول لك هذا تعريفه منه، هو عملية خفض الحد خلال سباتها. وذن المراحل، الزواحف تعريفها ومميزاتها، الطيور تعريفها ومميزاتها، وآخر شيء عندنا الثدييات أيضا تعريفها والمميزات مالتها.